ولا كان حد يتوقع ان شاب صحفي في بدايه حياته يموت بالشكل الفجأة ده. قضيه الجاسوسيه المتهم فيها الصحفي الراحل عمر نصر هي فضيحه بكل المقاييس. ايه وحش الكليه ان شاء الله الموضوع ده هيخلص قريب. الراجل ده شايف نفسه وعمل لنا مشاكل كتير عشان كده كان لازم يختفي من الصوره وباي شكل. انت مواهبك الرئيسيه في الكتابه والتاليف مش في الاداره. انا سهل ان ابقى مدير التحرير وانا باركت لك. كبيره عليك ان انا ابقى رئيستك مش كده؟ كبيره عليك انت. انت مش قادر تصدق ان واحده ست ممكن بمجهودها وكفاءتها توصل انها تتفوق عليك في حاجه حتى لو كنت انت مش عايزها. انت مصدقه اللي انت بتقوليه ده؟ انت دخلت هنا ازاي؟ مفيش حد. تعال وراي. خليك انت هنا. كان لسه هنا من شويه. بسرعه. انا شفت كل حاجه. بقول لك ايه، ده مفتاح الشقه بتاعتي اللي تحت. الشقه فاضيه. لحظه لحظه، خليك هادي. بص يا عمر، خد ده. ايه ده؟ ده مسدس هتحتاجه. انا مش هحتاجه. لا هتحتاجه، خليه معاك. بس بقول لك ايه، ارجوك لازم ترجعه لي. يلا بينا من هنا، يلا بينا حياتي. يلا يلا. ايوه جاي. تعالى انزل تحت وانا هطلعه لك. يلا. ايوه جاي. ايوه جاي. نعم. كان في حد عندك هنا؟ تقول ايه؟ اظن حضرتك سمعتني كويس. اعتقد ما حدش جه هنا غير حضرتك وشويه البلطجيه اللي معاك، مش اكتر من كده. حضرتك مش عارف انا مين ولا ايه؟ لا يا فندم طبعا عارف. دكتور عباده ابراهيم الخياط. صح. سفير وزير سابق واب البنتين، واحده منهم تشتغل في الامم المتحده والثانيه ست بيت. والمدام الهام الله يرحمها بقى من سنتين، ولو تحب حضرتك تحصلها يبقى يا ريت بقى تفكر ان انت تكذب عليا. انا هسالك سؤالي ده مره ثانيه. فكر كويس قوي قبل ما تجاوب. حد عندك النهاردة؟ ما حصلش. لو اكتشفت ان انت خبيت عليا اي حاجة مش هسيبك. شكرا. عملني سلم الخدمين بسرعة. شقة واحدة والبواب بيقول إن هي فاضية. الشقة دي بتاعت مين؟ الشقة فاضية. أنا
تمام يا باشا. هرب منك؟ اخبار العملية اللي بتتنفس ايه يا حضرت الظابط؟ لسه سعادتك محدش اديتها منه لحد دلوقتي. ليه يا ساكا؟ اطلب لي شكري على الجهاز يا حضرت الظابط. طيب صح. عمليات عمليات واحد ينادي. ايوه سعادتك معاك يا فندم. انت فين يا شكري؟ انا في الشارع دلوقتي قدام مسكن الهدف. وانتوا لسه ما وصلتوش للهدف؟ لا يا فندم احنا وصلنا للشقه واقتحمناها فعلا والهدف كان قدامنا بس للاسف قدر يهرب. تمكن من الهرب؟ شكري الاول معاك عددها كام؟ سعادتك 25 فرد. ومع ذلك الهدف تمكن من الهرب. يا فندم احنا ما قصرناش في اي حاجه بس كل حاجه حصلت كانت مفاجاه. مفاجاه؟ مين المفروض يتفاجئ يا شكري؟ الهدف ولا اللي بيهاجم؟ شكري سيب المكان فورا وتعالى لي. عين فرد واحد حراسه ويستحسن ان محدش يحس بيه. مسافه السكه تكون هنا يا شكري. تمام سعادتك. النهارده بنتكلم عن انسان كان كله حيويه. انسان يعتبر مثل اعلى لكل صحفي. مثل اعلى لكل انسان شريف. عمر نصر كتب اخر كلماته هنا في جريده البلد. جريده البلد كان بالنسبه له مش مجرد مكان بيشتغل فيه. دي كانت بيته ووطنه الحقيقي. انا عارف ان انتوا قريتوا خبر اتهامه في قضيه تخابر ورغم ان القضيه لسه رهن التحقيق انما اقدر اكد لكم ان نتيجه التحقيق هتثبت براءه عمر. انا عمري ما شفت انسان وطني وبيحب بلده ومستعد يضحي عشانه باي حاجه زي عمر. عمر كان بطل وفي نفس الوقت كان انسان بسيط جدا. عمره ما خاف، عمره ما تردد لحظه في انه يمارس مهنته كصحفي شريف بيواجه بألم الفساد واستبداد السلطة ونهب ثروات مصر. عمر نصر قدر يأسس مدرسة صحفية جديدة أهم سماتها المصداقية والالتزام الأخلاقي وساب لنا وديعة مهمة جدا وهي أعماله الصحفية ومقالاته. النهاردة بنتكلم عن إنسان ساب أثر في كل واحد عرفه وقدر يغير فينا حاجات كتير. إنسان جمع ما بين الكفاءة والذكاء بالإضافة للتواضع وحب الخير. دلوقتي كل واحد فيكم يروح على شغله وانا حابب ابلغكم بميعاد الجنازه وهتطلع منين. اتفضل. ما كانش المفروض الامور توصل لكده يا شكري. يا فندم احنا لغايه ما وصلنا للشقه ما كانش في حد حاسس باي حاجه. حاسس باي حاجه؟ 25 فرد شرطه شايلين سلاحهم وداخلين عماره. الناس تقول ايه؟ في عيد ميلاد في العماره والشرطه جايه تجامل؟ يا فندم الولد ده مش سهل. ده شكله كده كان عارف ان احنا رايحين له في الميعاد ده. حضرات الضباط لو سمحتوا وتفضلوا دلوقتي هنبلغكم بميعاد الاجتماع اللي جاي. استنى يا شكري. جرى يا شكري؟ انا شايفك بتتصرف بعصبيه في الماموريه دي. انا ما رضيتش اكلمك قدام الضباط الصغيرين علشان ما احرجكش. يا فندم يا راجل يا راجل ده انت كان ناقص تتكلم كل قنوات التلفزيون علشان تيجي تصور الموقعة الكبرى. سعادتك انا وعدتك ان انا هنفذ المأمورية دي وهنفذها قريب خلال 24 ساعة هيكون لا كتير كتير يا شكري كتير على ضابط كبير زيك لإمكانياتك وكفاءتك. قول لي يا شكري ده في حاجة بينك وبين الولد ده حاجة شخصية يعني؟ يعني سعادتك هيكون في ايه بيني وبين واحد زي ده؟ طب ايه اللي خلاك تشك ان عمر كان عارف بميعاد الهجوم؟ يا فندم ده كان مجهز كل حاجه ممكن تساعده ان هو يهرب. هو انت لو حطيت نفسك مكانه هتجاوب على السؤال ده؟
واحد صحي الصبح لقى خبر موته في الجورنال والتلفزيون اذاع الخبر كمان. لازم يحتاط لكل شيء. يا كمال بيه، يا شكري، اللي انت بتقوله ده فيه اتهام صريح للضباط اللي معاك، يعني واحد منهم سرب الخبر لعمر، وده فيه اهانه للضباط اللي كانوا معاك واهانه ليك انت كمان. ارجوك الاجتماع اللي جاي عاوز اسمع كلام جديد. تحت امرك يا فندم، عن اذنك. اتفضل. بقاء لله يا استاذ. بقاء لله. بعتلي اسم. حاضر، في تليفون جاي لحضرتك. لا مش فاضي ارد على اي تليفونات دلوقتي. ده على الخط الشخصي. مين؟ مش عارفه، هو حد مش عايز يقول اسمه، بس واضح ان الموضوع مهم. طب ابعتلي اسم وما تخليهوش يدخل لما اقول لك. حاضر. استاذ جبر، انا عمر نصر. عمر؟ عمر مين؟ انت مين وعرفت الرقم ده ازاي؟ والله العظيم انا عمر، والله انا عمر يا جبر. انا ما متش. انا لقيت ناس داخله عليا الشقه وعايزين يقتلوني بعد ما قريت الخبر في الجورنال. ايه ده؟ مين معايا؟ مش مصدق. والله العظيم انا عمر. طب اقول لك، بأماره اللي حصل بيني وبين رضوى، بأماره الكشري اللي انت كنت عايز تعزمني عليه، بأماره بيروت والخناقه بتاعتك في الطياره علشان المضيفين ما كانوش عايزين يجيبوا لك كبيره، صدقت؟ عمر انت فين يا عمر؟ ومين الناس اللي عايزين يقتلوك دول؟ والله ما عارف، بس شكلهم كده ظباط. انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اتكلم مع اي حد علشان موضوع التخابر ده. انا عايزك تنزل خبر تنفيلي اللي بيحصل ده كله لغايه لما هشوف انا هتصرف وهعمل ايه. طب انت كلمت اي حد في الموضوع ده؟ لا لا لا، انت اول واحد اكلمه. طب ما تكلمش اي حد وخليك مكانك. قول لي عنوانك ايه بالظبط، انت فين دلوقتي؟ هو احنا عنواننا هنا ايه يا ريس؟ خلف ايه؟ طيب خليك في المكان ده، ما تتحركش وانا جاي لك على طول. اوعى تكلم اي حد يا عمر. الو، ايوه يا فندم. طب هو فين دلوقتي بالظبط؟ اديني العنوان. ايوه ماشي، احنا هنتصرف. ايه تاني؟ اللي يسألك قول له الجثة هتخرج من مستشفى مجرى العيون، وانا بعد شوية هكلمك اقول لك الجنازة تطلع منين. ماشي؟ خلصت الموبايل يا باشا؟ اتفضل. بقول لك ايه، انا مش شايف هنا اي محل بتاع موبايلات، كنت محتاج يعني موبايل بخط كده يعني. ولا يا باشا، الموبايل ده بتاعه فيه خط كمان. الموبايل ده مستعمل استعمال طبيب على فكرة، وبطاريته بتقعد باليوم وباليومين وب 150 جنيه بس. اتفضل، ادي 150 جنيه. الله عليك، على فكره انا لسه شاحن ب 20 جنيه على الهوا كمان. اتفضل يا سيدي، ادي 20 جنيه، ادي 30 جنيه كمان يا سيدي. تشكر يا باشا. ايوه رانيا، انا عمر. عمر؟ ارجوك يا رانيا اسمعيني، انا ما عنديش وقت. انا في ناس بتحاول تقتلني وانا مش عارف هم مين بالظبط. ايه؟ ما تلاقيش، انا كلمت حد وهو هيتصرف، وموضوع الجاسوسيه ده موضوع متلف، علشان لو ما عرفوش يخلصوا مني ما اطلعش واقول للناس الحقيقه. طب ما تبلغ البوليس يا عمر. ما ينفعش، ومش عايزك تقولي لاي مخلوق. انا لازم افهم ايه اللي بيحصل بالظبط عشان اعرف اتصرف صح، وانا مش عايز اورط حد معايا. انا اسف طبعا ان انا بعرضك لحاجه شبه كده. انت بتقول ايه؟ دي حاجة ما يتسكتش عليها، لازم تبلغ يا عمر. رانيا أرجوكي ما تخلنيش أندم إن أنا قلتلك. أنا ليا طلب عندك بس، مفيش حد غيرك يقدر يعمله. أنا عايزك تكلمي منى وتقولي لها إن أنا كويس وتطمنيها عليا، وتقولي لها إن موضوع الجاسوسية ده موضوع متلفع، علشان لو حصل لي أي حاجة ابني ما يصدقش إن أنا جاسوس. أنا ما ينفعش أكلمها لأن تليفونها ممكن يبقى متراقب. حبيبتي ممكن تعملي الحكاية دي؟ طبعًا، إديني تليفونها. ربنا يخليك، خدي النمرة. ايه
لا انا مش هكتب الكلام دوت. ليه يا حبيبي؟ ايدك بتوجعك؟ الراجل لسه ما اتدفنش، واحنا الجرنون اللي كان شغال فيه. مش بس كان شغال فيه، ده احنا 50% من نجاحاتنا كان بسبب الموضوع اللي بيكتبه عمر. ننزل بقى خبر عنه وطلعه جاسوس؟ يعني هنكذب؟ نقول انه كان بطل قومي عشان كان شغال معانا؟ يا ابني الصحافه ملهاش قلب. احنا لا هنكذب ولا هنلفق تهم لحد. احنا هنقول الحقيقه وبس، والناس هي اللي تحكم. لان احنا لو ما قلناش الحقيقه في جرائد تانية هتسبقنا، وفي الحاله دي الجرنان بتاعنا هيفقد المصداقيه. مصداقيه ايه يا استاذ؟ حضرتك هل متخيل ان في حد متابع الموضوع للدرجه دي؟ وحتى لو في حد مهتم بيه مش هيهتم بادق التفاصيل. ولو في حد مهتم هيبقى متوقع ان الجريده بتاعته تدافع عنه اذا كان الكلام ده كله حقيقي اصلا. يعني ايه؟ بغشك؟ انا اللي مؤلف تقرير جاي لنا من جهه زي دي؟ والجهه اللي زي دي علاقتها بالموضوع دوت؟ احنا لو محتاجين تفاصيل هتجي لنا من اي جهه تانية، من النيابه، من الشرطه، او حتى من الضابط اللي كان ماسك الموضوع. اكيد في حاجه غلط. غلط ايه يا ابني؟ القضيه دي قضيه جاسوسيه، يعني قضيه امن دوله. لازم تفهم ان في حاجات اكبر مني ومنك، ومش كل حاجه لازم تعرفها. انا صحفي مش بغبغان، اي حاجه هنزلها لازم ابقى مقتنع بيها كويس جدا، وعلى الاقل ابقى مصدقها. اسمع يا ياسر، انا ما عنديش وقت اضيعه معاك في لعب العيال ده. انت مسؤوليتك تنحصر في انك انت تصيغ المعلومات دي بشكل كويس وخلاص. ممكن بلاش انا؟ شوف اي حد تاني غيري. غيري يا ابني في ايه؟ ايه اللي بلاش انا وشوف حد تاني؟ احنا بنلعب مع بعض، ده التكليف انا مكلفك بيه ولازم تنفذه. ولو متعاطف قوي مع سي عمر بتاعك ده يبقى زود كلمتين تعاطف. قول ان جريده البلد مستنيه نتيجه التحقيق، وان المغفور له كان مشهوده بالاخلاق. بس المعلومات دي لازم تتنشر. وهكرر لك النصيحه تاني، لو عايز تبقى صحفي ناجح اركن المشاعر والاحاسيس على جنب، وفرهم للبيت بتاعتك. انما هنا دي مسؤوليه وشغل، لو مش قدها سيبها لغيرك. ولو هتخلي اي حاجه تعطلك على انك انت بتعمل شغلك تبقى فاشل، مش هتوصل لحاجه. اتفضل على مكتبك، وفي ظرف نص ساعه عايزك تكون مخلص الموضوع ده. اتفضل. محدش ابدا ممكن ينسى عمر نصر، الصحفي المصري الحقيقي، رجل التحقيقات الصحفيه الاول، واللي دوره ده خلاه واحد قريب جدا من الناس. الناس كانت بتحس انه بني ادم حقيقي منهم، وفي اللحظه دي مش ممكن ابدا ننسى ولازم نفتكر دور عمر في قضيه الاثار المهربه، واللي تحقيقه الحقيقه خلى جزء كبير جدا منها يرجع. بس ايه الحلاوه؟ حسيتيني على فكره. وانت كمان. طب بلاش الناس وصلوا. استنى بس عايزه اقول لك حاجه. هنقعد مع بعض لغايه لما تزهق مني. بس الراجل قاعد من الصبح. ايه اللي رضوا؟ عسل باشا، اقدم لك رضوى خطبتي. هكلمك بعدين. اهلا اهلا اهلا. ايه الجمال ده؟ لا انا ما كنتش متصور ان الجميله بالشكل ده. وقعت واقف يا شريف. شكرا يا باشا. تعالى يا قمر جنبي هنا. ميرسي. يلا حبيبتي اتفضلي. رضو حبيبي عسل باشا كان عايز يبارك لك. اه حقيقي مبروك على المنصب الجديد. ميرسي. ولو اني يعني لسه ما قلتش لحد خالص. لا ما هو انا قلت له. لعلمك احنا هيبقى في بينا شغل كتير وهنستفيد منه كلنا، بس متهيألي في الأول لازم نتعرف وناخد على بعض أكتر عشان لما نشتغل نبقى براحتنا. لا يا أخوانا أنا مش مصدق ممكن واحدة توصل للمنصب ده وهي بالجمال ده كله. تشرب إيه يا أمر؟ ولا حاجة. ثانك يو. انت بتستهبل يا شريف؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ انت مش شايف بصاته وتلميحاته عامله ازاي؟ بصات ايه يعني؟ يبص لك ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ خسرت الرجاله. يا بيبي ما تبقيش بقى معقده كده، وبعدين يا ست انا واثق فيك. انا بقى مش واثقه فيك. بص يا رضوى، الراجل ده هينقلنا لو انت نقله عمرنا ما كنا نحلم بيها. فتعالي على نفسك واستحملي ساعه واحده بس. ساعه يطمن لك ويقول لك هو عايزك في ايه؟ عايزني في ايه؟ حاجة بخصوص الجرنان مش عارف، اعرفي من هو بقى. هو أنت عرفت إزاي إن أنا ترقيت؟ عرفت. أنت ليك إيد في ترقيتي؟ هي دي المفاجأة اللي أنت كنت عاملها لي؟ إيه يا بيبي؟ أنت عندك مشكلة يعني إن أنا أساعدك في شغلك ولا إيه؟ يعني أنت اللي قلت لجبري رقيني مش كده؟
هو بصراحه الراجل هو اللي قلب عمر نصر، واختارك انت بالذات عشان كفاءتك المفرطه. فوقي انا اللي خليته يرقيكي، ويا ستي لو مش عاجبك بقى الترقيه اللي انت ترقيتيها امشي روحي. غير كده بقى يا رضوى 3 دقايق وتحصليني تروحي تقعدي ورايا هناك فتحي مخك. أنا آسفة على التأخير. وأنا مستعدة أستناك العمر كله. شريف قال لي إن حضرتك كنت عايزني في موضوع. الله، ده أنت داخلة حامية على الشغل أوي. ماشي، ممكن نتكلم في أي حاجة تانية غير الشغل، بس قبل كده أنا محتاجة حضرتك في خدمة. أمريني. في واحد في الشغل مضايقني وخانقني ومش هقدر أعمل لك اللي أنت هتطلبه مني من غير ما اخد حقي من الحيوان ده. اخص عليه الوحش ده، انا حفرمه لك فرم. ودلوقتي بيفضل سؤال، عمر كان بيقوم بالدور ده بدافع وطني ولا كان عنده مصالح شخصيه؟ الحقيقه انه محدش ابدا يملك اجابه السؤال ده دلوقتي، لان الاجابه بقت رحم الله عمر ناصر. الو، ايوه يا شريف، بقاء لله. ماشي، أنا في حاجة عايزة أتعلمها بسرعة. مش هيدفع في التليفون، مش هيدفع. أنا الزفت اللي اسمه العسل ده مش عايزة أشوفه تاني، بس أنا لازم أسأله، مضطر أسأله ولازم أعرف منه هو كمان. لا بقول لك مش هيدفع في التليفون. طب شوف ممكن إمتى نتقابل؟ ممكن نتقابل النهاردة الليلة دي، أنا ما عنديش مانع في أي وقت. شوف ممكن إمتى نتقابل وقول لي. ماشي؟ أوكي، باي. فاضي شويه. انت شايفه ايه؟ زينب بصي، استاذ جبر طالب مني موضوع زي الزفت، لازم اخلصه في خلال نص ساعه. انت عايز تقول ايه؟ انا في حاجه شفتها امبارح مش هينفع اقولها لاي حد تاني غيرك. حاجه ايه؟ وانا بصراحه خايفه اقول. طيب هو انا لو قلت لك انت ممكن تروح تقول لاي حد تاني؟ لا زينب، انا مش حامل اي الغاز دلوقتي خالص. بقول لك عندي موضوع رخم لازم اخلصه دلوقتي، يا اما تستني لما اخلص. وبعدين مش هتروح الجنازه؟ لما نرجع تبقى لي. انا شفت حاجه في التنفيذ امبارح ما كانش ينفع اي حد يشوفها اصلا. حاجه ايه يا زينب؟ خبر موت الاستاذ عمر الله يرحمه. ماله خبر عمر؟ شفته في التنفيذ امبارح زي ما اتنشر كده النهارده بالظبط. يا بنت اللعيبه، طب ايه الغريب في كده؟ ما هو لازم تشوفيه في التنفيذ قبل ما ينزل. كان مكتوب بكل التفاصيل دي، وانا قبلها بدقيقه واحده كنت شايفاه خارج من الجريده، يعني ما كانش لسه مات. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اجعل تراه فتنة من رياض الجنة ولا تجعله فتنة من النار، اللهم